من خلال راديو الغد، نناشد دولة رئيس الوزراء ونناشد كل من يهمه الأمر. هذه المنطقة تعاني من موضوع التمر الصحي، موضوع الدخان، وموضوع البعوض، وموضوع النفايات والريحة جاعت تجينا. فيا جماعة احنا دا يعلقون التمر الصحي، شعلوه بالنهار يطفى النار، تظل الدخان، صار الهواء شرجي جانا الدخان، صار الهواء على غير اتجاه وصلنا الدخان. فيا جماعة احنا عندنا كبار بالسن وعندنا اطفال كلها جاعت تعاني من موضوع الربو اللي هسه حاط كمامة، اللي حاط موضوع هذا البطل الاكسجين الكبير بالسن الصغير، احنا ناقليه الى المستشفى، يعني ما يرهم هذا العمل. احنا نريد حل هاي الموضوع. احنا نطالب براديو الغد ان يوصل صوتنا الى الجهات الامنية والجهات المعنية. هذا اذا ما سوونا حل هالموضوع احنا نمنع السيارات بعد ما نخليها تدب اوساخ وتمر بهالمكان هذا، لانه هذا الموضوع اداني حيل وناشدنا قبل هالوقت هذا وما وصل الصوت. فاحنا نريد نوصل صوتنا، يعني كافي عاد نريد حل هالموضوع. نناشد من عشيرة أبو الرحمن، نناشد رئيس الوزراء وكافة المسؤولين بأن رفع هذه الأذية عنا، وهو التمر الصحي. ماكو واحد اليوم يرضى أطفال ينصابون بالسرطان والأمراض وهذا الشيء، البعوض والذبان، ومتأذين إلى درجة كلها تساعدها حساسية وصدورة متنقة، ويوميا احنا موديهم الأربيل والغير أربيل وحاطين فلوسنا اللي دع نجمعها كلها على المرضى. الله وكلكم، فناشدكم بالأخوة والأبوة والحنان وكل ما موجود من إنسانية أن ترفعون هذا الأذية عنا. تم تخصيص مبلغ بحدود 5 مليار دينار لإنشاء هذا الموقع مع الآليات والمعدات الخاصة بهذا المشروع، بإدخال الخدمة. يعني سوف يقضي على مشروع، على موضوع مشكلة التمر الصحي والتلوث البيئي، ويعني استنزاف الموارد الأخرى فيما يتعلق بالنفايات، وأيضا سوف يحد من يعني الهدر الكبير في الأموال المخصصة يعني حفر مواقع و يعني استغلال أراضي بمساحات كبيرة ومحروقات وأيدي عاملة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات. سوف يتم التخلص منها بطريقة يعني جديدة، بطريقة حديثة، لن تكون هنالك يعني مواقع للتمر وحفر ويعني تدمير إلى الأراضي أو البيئة أو بما في حتى المياه الجوفية والمياه السطحية. من المؤمل أن يتم التعاقد على هذا المشروع خلال هذه الأيام. تأخر هذا المشروع بسبب يعني ممانعة هيئة الآثار من إقامة هذا المشروع حتى على يعني أطراف مدينة سامراء، بسبب يعني موقع سامراء الذي هو داخل ضمن لائحة التراث العالمي ضمن يعني لوائح اليونسكو وغيرها.